تتواصل جهود مملكة البحرين ممثلة بالفريق الوطني الطبي وأبطال صفوف الأمامية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، فيما تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم وسط إقبال لافت من قبل أفراد المجتمع كافة. وعي المجتمع هو عنوان النجاة وأكبر داعم للجهود الوطنية الهادفة إلى حماية المواطن والمقيم في مملكة البحرين من أثار جائحة كورونا ومخاطرها. ويدا بيد حرص المواطن والمقيم على مساندة هذه الجهود التي يقوم بها الفريق الوطني من خلال تلبية الواجب وإقبالهم الكبير على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، وهو ما دعا الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة جهود حملة التطعيم لتغطية التزايد المستمر في أعداد الراغبين وتأمين كميات أكبر من اللقاحات. السبب اللي خلوني أخذ التطعيم توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي نفس الوقت الإقبال الشديد على أخذ التطعيمات، وعالمياً الأفضل علشان أكسب مناعة. الدولة مو مقصرة في أي شيء في ناحية كورونا، مو مقصرة في أي شيء، لا دواء لا علاج، في كل شيء مو مقصرة الدولة، فالطعم أنا عشان أحمي عيالي، أحمي عائلتي. وبخطى متسارعة تقترب مملكة البحرين من حاجز النصف مليون ممن حصلوا على التطعيم، ما يدل على وعي المجتمع الكامل بأهمية المبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، والذي بدوره سيسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. المجهودات اللي قاعد تقوم بها الحكومة وسمو ولي عهد والفريق الطبي، هذا الشيء يخلي الناس تشجع تجي، والحمد لله قاعد نشوف الأرقام قاعد تزيد يوم بيوم، يعني حق اللي قاعد يتطعمون، وبالعكس هاي الشيء دافع لنا احنا على أساس ان احنا نين الطعام، ويعتبر كواجب وطني حق المجتمع البحريني ككل. ومع الإقبال المتزايد على التطعيم، سهلت وزارة الصحة الإجراءات للحصول على اللقاح عبر التسجيل المسبق من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق مجتمع واعي، مع إمكانية اختيار المركز الصحي ونوعية اللقاح لتوفير أقصى درجات الأمن الصحي في مملكة البحرين.